ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده اتنين انا بقالي كتير ما عملت لهمش، ويجز ومروان بابلو، درع المصلحه. اوكي، طبعا انا مروان بابلو بقالي كتير ما عملتلوش، وانا عايز الناس تديني برضو اغاني تاني لمروان بابلو، داما ومروان بابلو، يعني يكتبوا لي اغاني داما ايام زمان واغاني لمروان بابلو، وقولوا لي اعمل الاغاني دي. اوكي، عشان انا عايز اعمل مروان بابلو تاني. اوكي، عشان بقيت احبه اكتر من بعد اغنيه الجوكر. قابلت فانز بتوع الجوكر، بحس ان مروان بابلو فانز بتوع بصراحه. مروان بابلو الناس اللي متابعاه اغلبهم ما شاء الله عليهم، كل ما لقيتش حد فيهم وحش بصراحه او اسلوبه وحش معايا في الكلام، بالعكس الناس كلها زي العسل، محترمين فشخ. اوكي، ما علينا، خلينا نخش على طول على الاغنيه ونشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، عشان الاغنيه دي طويله 6 دقايق تقريبا، هيبقى فيه نظام فيديو تقريبا انا متاكد عشان 6 دقايق وشويه. ما علينا، خلينا نبطل رغي ونشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، ويلا ليتس جو. اوكي، في عربي فرنش. اوكي، هيكتب لي ميوزيك. اوكي، في فيلم، في نظام فيلم فيديو، انا عارف. 6 دقايق كتير على اغنية كيكي. عايز اعمل مروان موسى. اصلي في الدنيا الناس نوعين، ناس بتكد وناس بتلمع، ما شغالة مش بتنام، سبب فشلنا في العلاس، عربي وقفه وجبنه بتونه، ازميلي بتسعى للكلاس، بتزولش انا برز. ايه؟ هو كان بيكلم حد بعد ساعة. اوكي، ويكس من الجرز. اوكي، مروان بابلو. اوكي، يا حبا عامل ايه؟ صبح يا زوزو. اهلا بيبي. ايه يا اسطى؟ ايه يا عم؟ فينك يا دكتور؟ استعملت مع وزه قبل كده؟ ايه؟ استعملت مع وزه؟ وزه لا. وزه مين؟ امسك. حبيبي يا بولا. بقول لك بدلعك يا عم. دلع ايه؟ عشان بدلعك. مش اول مره. انت عمرك قصدت فيه؟ عمرك ايه؟ لا مش اول مره. انت عمرك قصدت فيه؟ مالك فيك ايه؟ مش عارف، مدروخ بس شويه. انت شارب قبل ما تيجي؟ عايز اقول لك من زمان الناس كلها شغاله نحت. بس مالكش انت دعوه، ما بتدورش على غير على حاجه واحده. لا هدايا على ايه؟ مصلحه. مصلحه. مصلحه ايه؟ مش فاهم. كل هدايا على مصلحه. مصلحه ايه؟ مصلحه. اوكي اوكي، انا كنت شفته، انا عارف ازاي. 6 دقايق وشويه كتير قوي على اغنيه. نعمل بيت قبل ما نبدأ. واو، اوكي، بداية كده اغنية حلوة، بداية كده قبل ما نبدأ. اوكي، من هنا الناس رياء، اليوم اللي حاصل يقولوا ابرياء، يقولوا ابري، يا
سلم خليك معايا بس شايفني كلنا اولاد ناس شويه ميه شويه ميه دلوقتي تحفة واو انا في المدينة دي كتاب مفتوح همشي لبعيد لحد ما تدوم مش بتحبني بطول يا مغرورة ولا تيجي جنبي ايه سكران في الشارع زي الاجلس اتنين بالليل اتنين بالليل 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 عايشة في ضلمة ما شفتش نور بارد وعشاني كانت همي اسكندريه باريس واحنا في رانديفو شعر طويلك حال بتدور بتدور ايه يا اسطى مالك يا بلاكس انت رحت معانا فين اول مره تشرب اول مره تشرب يا بلاكس ملعين يا عم اسمي بلاكس 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 طب ما انت فاكر اهو طيب يا بلاك خليك معانا بس عشان ننزل ماهر ايوان يلا بينا يا اسطى يلا بينا يلا بينا من انا جاي فاكر لما تنافسني هتشوف النور لا مش هتشوف النور طول ما الدنيا بتدور ابني ما منك سور علق قلبك قص النار اسمى الليل قتلت النوم في عيوني كل يوم بالليل يا ترى جت ولا لسه ما جتش عرفت ان انا مش هخبي لما عرفت ان انا مش هحب تتعشم شي وترمي الهيل الواقع ممكن يطلع كيك شطاني في راسي بيفرس سيل الواقع ممكن يطلع حيل ولسه برضه كلها دايره ويجز في الحته دايره عن مصلحه الحته دي عجباني فشخ عاملها حلوه يطلع حيل ولسه برضه كلها دايره ايه تعبان عايز اروح يلا بينا هما ليه مش واخدين راحتهم وهما بيمثلوا يعني ياخدوا راحتهم اللي هو عادي كاميرا قشطه صباح الفل فاهم يتعاملوا كده اللي هو هو بلاكس هو اللي كان بيشرب المفروض معاهم صح بلاكس كان حد كتب لي اسم بلاكس اوكي عايزه بسمعه ان شاء الله جايز بكره معلش ده كان رياكت رب يكون رياكت عجبكم الاغنيه عجباني جدا اوكي اغنيه حلوه والاثنين عاملين مع بعض مدين طعم الاغنيه تحفه اوكي معلش ده كان رياكت رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وبعرفوني بلاكس اني اغنيه حلوه اللي ممكن اسمعها واعمل عليها رياكت اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يلا تشوس